أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أيهما أكثر أجرا، هل هو الصبر على البلاء أم الجزاء على العمل؟ يقول أحسن الله إليكم: أيهما أكثر أجرا، هل الصبر على البلاء أم الجزاء على العمل؟ على العمل الصالح. ما فهمت السؤال. كلاهما، صبر على البلاء هذا مأمور به، عدم الجزع، وكذلك الصدقة والإحسان والتبرعات مأمور بها أيضا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.